معكم اخوكم حسان الكردودي من مدينه جديده. اليوم بغيت نعاود لكم القصه ديالي كيفاش انني اختاريت ندير التجنيد. انا ما درتوش اجباري، درتو خياري ديالي. المهم خوت راه كما تعرفوا كاملين الخدمه ما كايناش، وجديده عندنا طافيه فيها الخدمه. وانا فهمت قلبت لقيت داك التجنيد فيه شي ايجابيات مزيانين، منهم غتجيب معك رزيق وتمشي تخدم، ما تبقاش دور هنا. حتى انا في الدرب عندنا خوتي ما كان ما يداك بقاو غندورو نفس الهيج، كتهبط كتبحر كتجي عاوتاني شي تبقى تهبط جيت المدارس هادي. والمهم خوت التجنيد انا درتو على قبيلاش، حيت انا كنت كنقرا في التكوين، قريت في المدرسه ما عطاتنيش، خرجت منها دزت التكوين دوزت فيه عامين عامين. من نجح عطوني شهاده النجاح، ها هي من عطوني شهاده النجاح دزت درت ليستيه. هادشي عندنا في جديده هنا. المهم الخوت هاي شهاده النجاح درت ليستيه، من دازت عام في ليستيه مشيت بغيت ناخذ الدبلوم ديالي من التكوين، عطيتهم لا كارت ناسيونال ديالي، قالوا لي لا ما نعطوكش الدبلوم ديالك ما كاينش. قلت لي انا راه خايد الاستاذ خايد ورقه النجاح، قال لي واخا خايد، قال لي عطيني لا كارت ناسيونال. عطيتو لا كارت ناسيونال، هو قرا العربيه، قرا حاس الكردوده بالعربيه، وفي الفرنسي ما لقاش حرف الاغ، هما خطا جي من فهمش من الكوميساري ولا ما عرفتش من الرباط. المهم صافي انا ما دويتش معاه، قلت لي شوف الدبلوم ديالي، قلت لي باي طريقه خاصني ناخذو، اصلا انت ما خاصكش تشوف لي لا كارت ناسيونال، ها الورقه هاي فيها حاسن الكردوده صحيحه. صافي الخوت انا ما بانش لي شي عمرت، سمعت الاستماره ديال التجنيد عمره ما عمره عمرتها. جاتني من بعد واحد الشهر تقريبا، دابا شي جوج سيمانات باش جاتني الورقه باش نركب في التران ولا في الكار. راه قالوا لي نهار 19 في هذا الشهر هذا مع 7 الصباح خاصني نكون في مديونه. المهم انا غنمشي نهار 18. وباش نوصيكم الخوش، اي واحد اللي تيقول التجنيد راه فهمتي غادي تمشي تما تكرفسوا عليك، غادي يتعداو عليك، هذاك الشيء ما كاينش. المهم غتمشي تما غتستافد واحد الحاجه، غتقرا عندهم 3 شهور، من بعد 7 شهور ديال لونطريما، وغتقرا على السلاحات ولا حتى شي نهار الله يحفظ نهار حتى الحرب عندنا هنايا ولا شي حاجه، حنا ما باغيينش هاد الشينود تلقى كيفاش فهمتي تنجم راسك كيفاش. ومنك كتجي معاك فلوس مليون ونص ولا اقل من 3 مليون راه ما عطيتش شي واحد. واهم داكشي كامل كاينه واحد البطاقه ديال الجندي كتاخذها ملي كتسالي، هذيك بطاقه الجندي اي شركه اي حاجه بغيتي تخدم فيها كتمشي تحط لهم ديك البطاقه، كيقولش كيوقع عليكم السلام صار خدم شي فلان ما كاينش. المهم اللي بغيت نقول لكم هو التجنيد الخوت راه مزيان، انا درتو اختيار ماشي اجباري، كنقولوا نعاوده، وانا ماشي كنقول لكم هادشي باش تربح شي حاجه ولا، كنقول لكم اللي كاين التجنيد انا عجبني درته، لان ما عندناش خدمه هنا جديده نهائيا ولا جديده كاع عارفين ما عندناش خدمه. كتمشي تخدم في كراج السيمانه كيلوح لك 50 درهم ل 100 درهم ومن فوق المعيار، وداك يجرع لك في الاخر كتبقى تدور عاوتاني في الدرب، من داك الشيء كيطلع بنادم كيتشبلا وكيبدا يكمي ويقشر راسو. دابا وقت الجرائم كثروا عندنا كاع في جديده كاع، كل ما كتسمع هذا قتل فلان هذا قتل فلاش ما كاينش بنادم باش غيتلاه، ما كاناش خدمه. اللهم خوش انا اختاريت التجنيد وهذا هو القرار اللي عجبني. قلت هشام اخويا من جو عاد عطوني ورقه داك لي جودان ولا ما عرفتش شكون هو، قلت لي راح هشام، قلت لي ما غنمشيش، قال لي شوف راه قال لي طلعناك، قال لي حشمك حتى الرقم ديال لاكارت ناسيونال ديالك، كتقلب واش انك مدوز الحبس ولا داك اللي مدوزش، قال لي عندك حسن السيره، قلت لي عندي حسن السيره مزيان داك الشيء، قال لي ما كيهمش الوشام وداك الشيء. وواحد ود درمني تسول هنا قال لي داك اللي كونوا بليين بالحشيش ولا ويقمعوا، قال لي العالم كامل رب لي، قال لي ماشي انت اللي مبلي، قال لي كلشي غيمشي. واللي سمعت عاوتاني قال لك مابقاش على 25، من 19 25 زادوا حتى 29، يعني راه كلشي غيتجند بلا ما تحاولوا تهربوا ولا ديروا السبب القرايه. راه لاح واحد الاعلان داك النهار قال لك تقرا تات سالي وغيجيو يدوك، ولا عيطوا عليك مثلا ودرتي سبب الهرس كتمشي مهرس ولا شي حاجه كيعطوك المده حتى 40 عام، حتى تولي عندك 40 عام وما كيبقاو تابعينك. هادشي اللي قالوا لي هما نيش. المهم خوت راه غنمشيو ان شاء الله، وعام راه ماشي شي حاجه، راه غمض عينك والوقت عندنا راه دايز فهمتي، تستافد شي حاجه. المشاكل اخو انا قلت لك عندك امك كيعرفوها ولا باك كيعرفو ولا اخوك شي حاجه راه تيدير معاك المزيان، عندك فلوس باش على بالك اخويا حمزه تيشرو الدبلومات، انا نشك في الدبلوم ديالي باعوه. هو الخوت اللي كذبش عليكم ما نش، شهاده نجاح عامين، انا الدبلوم ديالي 100% يكونوا باعوا. انا الواد عاد راه مشي سول ما خلى ما دار، قال لك الدبلوم ديالك ما كاينش، علاش؟ الله اعلم، هو يعطيني شهاده النجاح. والخوت كيبيعوا الدبلومات وهادشي نايض فيه فهمتي الشفره كتشي بلانطو ديالهم وداك الشيء بلا ما نخسروا الهضره، كتشي راه فهمتي كتكون ديالهم
كيديروا معاك المزيان تينجحوك ديبلوم تيبيعوه ب 50000 60000، راه داك الشيء معروف عارفين. ولا جديد، ولا جديد دور خويا تقلب كل شيء، نخرجك للدرب راه ما عادش ميت واحد واقف حدا الحيوط، ولا شي حد ما خدام، القهوه للدرب الدار الهبوط صعب، هذا هو نفس الروتين. هادشي اللي خلاني اخويا حمزه انا ندير التجنيد، وهادشي ما كاين. وانا ماشي كنقول لكم سيروا، باش كنقول لكم ما ضربش ديروا، حيت غدور واحد الوقيته هادشي اللي ما غيديروا الناس. الناس كاين الناس اللي باغا دير التجنيد، وداك اللي ما غيديروش غتروح واحد الوقيته غيندموا، حيت فيها مكافئات، فيها بزاف د الحوايج. هاد الخدمه اصلا كتسمى خدمه، خدمه عسكريه، ماشي كيقول لك تعال نديوك نضربوك ولا هادي. واش راه لا كتمشي تخدم المسكل ديالك، راه الجسد ديالك خدمي تمايا، كتعلم بزاف د الحوايج. من الناس تقدر تما غتبعد على التليفون، غتبعد على اي حاجه البل ياك وشي، غتولي عاطي غير السايبه، فهمتي؟ غتولي عارف واحد الفكر في راسك، الصاله والدين، ما بقات تما لي دريات. لا انا براسي غنخلي هنايا صحايب شي اللي ان شاء الله منين نجي ان شاء الله من تما راه يكون الخير، لكن كتب لنا ربي الحلال راه مكتبوا لينا. المهم باش نقول لكم، تمايا غتبقى غير الصاله والدين والونطري، ما كاينش داك اللعب انك تقول غنسلت غدا ولا غدا ما نقاش نفيق. كما هنا كتحقد كتفيق حتى الربعه غدا 7 ديال الصباح كتفيق، كيعلموك كيفاش تبن حوايجك، كيفاش تدافع راسك، كيفاش فهمتي؟ كتولي كتعلم النقا وكتعلم لونطريمون وبزاف د الحوايج، وكتستافد بزاف د الحوايج. هذا ما كان المهم اللي بغيت نوصل لكم، حيت انا كيف قلت لكم نحت واحد 16 نصف ولا جديد نعرف غاديين. يعني اللي كنسولو اكثر كيقول لي انا درت اختيار، علاش؟ نفس المشاكل اللي عندهم، كاينش الخدمه، كاين اللي باغي يعاون والديه، كاين اللي دارهم ما فهمش. المهم اللي غنوصل لكم الخوت انه عادي يروح التجنيد العام الجاي، كلشي عام السيمار وغتمشي وغاج عام من دما جاب 12 شهر 3 شهور القرايه 7 شهور ديال لونطريمون، وتجي في حالاتك وعندك المنحه ديالك بطاقه جون دير فيها بزاف الكفاءات وكلشي بلا ما نطول لكم الخوت. بالنسبه لهذه الهضره قلت لكم بحثوا وسولوا غتلقاو داكشي اللي قلت لكم كاين، راه ما كاين الخدمه الاول، مابقاش معول على راسك غتقول غنخدم غدا بعد غدا، اللي ما غاداك تجرو العمر غادي وغادي ما غتصور والو. المهم احسن حاجه انا درت التجنيد، واللي متفق معايا راه غادي يقول نفس الهضره اللي قلت. والسلام عليكم.